بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 18 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. وبالأمس كنا قرأنا فضائل سيدتنا أم سلمة أم المؤمنين، وقلنا أن اسمها هند، وبعض الحاضرين سألنا إيه اسم أبيها ونسبها، فهي هند بنت أبي أمية، وأبو أمية هذا اختلف في اسمه، قيل اسمه حذيفة وقيل سهيل ويقال هشام ابن المغيرة المخزومية، يعني هي من ايه من قريبة لسيدنا خالد ابن الوليد المخزومي، تبقى مخزومية. ممكن تقول عليها هند المخزومية وتريح نفسك. أمها اسمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة، كنيت بابنها سلمة، اسمها أم سلمة لأن لها ابن اسمه سلمة. وكنا سئلنا أيضا عن زينب بنت جحش أم المؤمنين، نسبها هي زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، تكنى أم الحكم. أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي، يبقى هي بنت عمة النبي زينب بنت جحش، أمها اسمها أميمة بنت عبد المطلب اللي هي أخت صفية. صفية أنجبت الزبير بن العوام، وأميمة أنجبت زينب بنت جحش. نتكلم اليوم باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. أم أيمن بركة الحبشية، والنبي كان في بيته امرأتان تسميان أم أيمن وكلاهما حبشيتان، يعني كان أم أيمن دي كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن الأخرى جاءت مع أم حبيبة من الحبشة سنة 7 هجرية بعد فتح خيبر، كانت خادمة لأم حبيبة، فكانت في بيت النبي أيضا اسمها أم أيمن أيضا حبشية. واختلف من التي شربت بول النبي، أم أيمن خادمة أم حبيبة ولا أم أيمن بركة؟ والرجح أن هي أم أيمن بركة، وقيل كلاهما شرب بوله، اختلف في من شرب بول النبي خطأ ليلا، لأن النبي كان له إناء من خشب عيدان كان يبول فيه ليلا، فإذا استيقظ نهارا كان يسكبه حيث أراد، فاستيقظت أم أيمن في الليل في وقت مظلم، تحسست لتشرب فوجدت هذا الإناء فشربته، فلما استيقظ النبي أراد أن يلقيه كعادته لم يجد فيه شيء، فسأل فقالت أم أيمن شربته يا رسول الله، قال إذن لن يلج بطنك النار. الحديث معروف، أم أيمن الحبشية بركة جاءت مع جيش أبرهة، طفلة صغيرة مع جيش أبرهة اللي أراد أن يهدم الكعبة، فلما التقى أبرهة بعبد المطلب وأعجب به عندما طلب منه ما يخصه من إبل، ولما سأله عن البيت قال للبيت رب يحميه، فأعجب بمنطقه وبهيئته فأهدى إليه بركة الحبشية طفلة صغيرة تخدمه، فأخذها عبد المطلب. فلما تزوج عبد الله ابنه آمنة وأنجبت أرسل إليها بركة لتخدمها وتخدم ابنها، ف
فصارت بعد ذلك بركة الحبشية حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالت إليه. أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها لزيد بن حارثة بعدما أعتقه أيضا. وكانت أم أيمن قد تزوجت قبل زيد برجل حبشي اسمه عبيد الحبشي، أنجبت منه أيمن فكنيت به، فتسمى أم أيمن نسبة لابنها أيمن من عبيد الحبشي الذي تزوجها قبل زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان أبيض البشرة، وبركة الحبشية كانت سوداء البشرة. لما أنجبت أسامة من زيد جاء أسيم لون بشرة أمه، أسود البشرة أسامة بن زيد، فطعنوا الناس في نسبه، كيف يكون أبوه أبيض ويأتي هو أسود؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الإشاعات التي قيلت على أسامة، فلما جاء المدلجي الذي كان يعلم علم القيافة وعلم الأنساب في عام الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد سيدنا زيد وسيدنا أسامة نائمان مغطيان بكساء وأقدامهما ظاهرة من الكساء، أقدام سوداء وأقدام بيضاء، فهو داخل قال هذه الأقدام من هذه الأقدام. فالنبي فرح فرحا شديدا، لأن العرب كانت تقتنع في علم القيافة وتصدق به، فأزال شبهة نسبه لأمه. لكن النبي لم يشك في نسبه لزيد، لكن العرب كانت أحيانا تشك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يزيل كل ريبة ممن أحبهم. فالنبي كان يحب بركة الحبشية أم أيمن، وكان يقول عنها هي أمي بعد أمي، كما كان يقول على فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب هي أمي بعد أمي، لأنها حضنته وربته صلى الله عليه وآله وسلم في صغره. باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها. كان النبي كثيرا ما يحب أن يزورها في المدينة، جعل لها بيتا خاصا بها، فكان النبي كل فترة يذهب إليها يزورها ويتفقد أحوالها صلى الله عليه وآله وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 71 بعد 406,000، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فانطلقت معه، يعني انطلق يزورها كعادته لأنه كان كثيرا ما يزورها، وخد معاه أنس خادمه، فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه إدلالا، يعني جاي يزورها فقدمت له شراب، فالنبي قال لها صائم، تقول له كل ما تيجي تزورني صائم كده صائم كده، كيف أقدم لك ضيافة؟ وكانت تدل عليه يعني، لأنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويحب ويتحمل منها إدلالها. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب، هي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر على الراجح، خلافا لما قاله ابن قدامة قال أنها ماتت في خلافة عثمان، فهذا خطأ وهم منه، الراجح أنها ماتت بعد وفاة النبي بخمسة أشهر ودفنت في البقيع، ستنا أم أيمن بركة الحبشية. وماتت بعدها أمنا فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بشهر واحد. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما
على البكاء فجعل يبكيان معها. باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما. أم سليم أم أنس بن مالك اسمها الرميساء، ويبدو أن بينها وبين النبي خؤولة في الرضاعة، كانت خالته من الرضاعة، فكان النبي يكثر من زيارتها هي وأختها أم حرام. أم حرام أيضا كان النبي، كان بيت أم حرام قريب من مسجد قباء، فكان النبي إذا زار قباء يستريح القيلولة في بيت أم حرام اللي هي أخت أم أنس بن مالك. وعن أبي قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها. ده دليل على جواز الاستثناء من الاستثناء في اللغة، يعني استثناء من الاستثناء. زي ما قال ايه المجرمين، فايه في قصة سيدنا لوط حجارة فاخرجنا من فيها من المجرمين الا امرأته كانت، استثنى من الاستثناء برضه. فتلاقي الاستثناء من الاستثناء كتير في لغة العربية، يعني ممكن تستثني من المستثنى فتلاقيها كتير في لغة العربية. دي مثال ليها، يعني لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليمة، واستثناء من الاستثناء. قلنا لأنه كان بينهما خؤولة في الرضاعة، يبدو أنها كانت خالته من الرضاعة أو من النسب، فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يزورها كثيرا يواسيها، لأن أخوها قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة، خشفة يعني صوت مشية، صوت عارف الواحد لما يمشي يبقى ليه صوت مشيته كده اسمها الخشية، احتكاك النعل بالأرض أثناء المشي يسموها الخشفة. فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. الغميصاء والرميصاء، فقيل الغميصاء هي أم ألم والرميصاء هي أختها أم حرام، وقيل الغميصاء والرميصاء اسما لها. والغمس والرمس هو أذن يكون في إيه؟ في العين، المصريين يسموه العماص، ده معنى الغمس أو العمص. أرمص يعني إيه؟ يعني أعمص، نفس المعنى يعني، ده المعنى اللغوي يعني. ويبقى من المبشرات بالجنة سيدنا أم أنس ابن مالك مبشرة بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. بلال كمان في الجنة، عشان كده الباب هنا قال ايه فضائل ام سليم وبلال، لان يبقى بلال ايضا من المبشرين بالجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا معهم. باب من فضائل ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه، اللي هو زوج ام سليم بقى ابو طلحة الانصاري. ابو طلحة الانصاري ده زوج مين؟ ام سليم ام انس ابن مالك.
وكان أصيب بضربة في أحد لما كان يدافع عن النبي، فشلت يده، فعاش بقى لي يد مشلولة، وكان يحارب بيد واحد بسبب أنه كان يحمي النبي بجسده صلى رضي الله عنهم جميعا. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، اللي هو إيه؟ أبو عمير. أبو عمير الطفل اللي كان بيلعب بالنغير، فاكرينه؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان عنده ابن صغير كده اسمه أبو عمير، والنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقى هنا تكنية الصبي، ينفع يعني منها ويجوز اللعب بإيه؟ بالعصفور أو بما فيه حياة ما لم يؤذيه. كل دي استنباطات من حديث أبا عمير ما فعل النغير. لما مات أبو عمير هذا صغيرا، ده هو ده بقى اللي إيه الطفل اللي مات، فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. كان سيدنا طلحة كان في غزوة مع النبي وراجع، أو في سفرة مع النبي وراجع، وسايب ابنه أبو عمير ده مريض كويس، فمات أبو عمير وأبو طلحة لم يأتي بعد. فقالت لصواحبها وجيرانها أما يجي أبو طلحة من السفر محدش يقول له حاجة على ابنه، أنا اللي هخبره، لأنها لا تريد أن تحزنه بمجرد وصوله من السفر فتجمع عليه حزنه على ابنه مع عناء السفر. فعملت إيه ستنا أم سليم؟ فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إلي عشاء فأكل وشرب. هو طبعا أول ما دخل سألها أخبار أبو عمير إيه؟ لأنه كان سايبه مريض. قالت وأهدأ ما يكون، معنى كده مجازي، فهم أهدأ ما يكون يعني خلاص زال ألمه وبقى كويس فاطمئن، وجاي طبعا من السفر تعبان وجعان، فعدت له طعام فقعد أكل، ثم تصنعت له يعني تزينت له. الرجل لما يأتي من السفر يكون مشتاق لزوجته، خصوصا السفر أيامه كان يأخذ أسابيع وشهور، فتزينت له فأكل وشرب. فقال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تزينت له أحسن زينة يعني. فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها استراح بقى، وكل وشرب وإيه وأصاب منها استراح، قامت قالت له بقى إيه الحقيقة، إن الله استرد عاريته، يعني إيه ابنه دي نعمة من الله، فربنا استرد هذه العارية، تحزن لي أدم هو رب هو ملك الله واسترد، وده يدل على حكمتها وإيمانها وحسن إيمانها وحسن إيه تبعلها لزوجها، يعني فيها فضائل كثيرة أم سليم، عشان تشوف بس صفات أهل الجنة، مش هي من أهل الجنة؟ حق النساء بقى يتعلموا منها عشان يبقوا من أهل الجنة. لكن ده ستات دول أول ما يجي الراجل ابنك مات، يا ساتر يا رب، إيه ده؟ او تصوت في وشه او حاجه وحشه، والوقت بالموبايل على طول، الو لازم تحزنه وهو في بعيد، يا سلام لو جه خبر حلو يقولوا نتصل بيه بكره، لو خبر وحش دلوقتي. ليه كده بس؟ ليه الاذيه دي؟ فناخد بالنا لازم ايه الواحد يسارع في البشاره ويتاخر في ايه في الامور المحزنه، لكن الناس طبيعتها يسارعوا في الامور المحزنه، والامور البشاره يقول لك ما يا بكره يعرف مش مهم، يا سلام. لكن لو اتحرق بيته الو البيت اتحرق، لكن لو ربنا عمر بيته بكره هيعرف. طب ليه؟ فلازم نتعلم من الصحابه حسن اخلاقهم. قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم اهل بيت فطلبوا عاريتهم الهم ان يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب. هو مش غضب علشان ابنه مات، هو غضب منها، ازاي انت تخبي عليا ده كله؟ فهمت بقى؟
وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني، يعني حتى صرت جنبا، ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب صلاة الفجر بقى بيشتكي أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تأخرت في إخباره بوفاة ابنه، وده ما كانش يصح منها يعني، أنا جاي تعبان وأسألها الولد أخباره إيه، تقوم تطمني وفي الآخر تحزني، إيه ده؟ إيه الطريقة الغريبة دي؟ زعل منها، فهمت؟ فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. النبي دعا لهم في الليلة دي، فحملت الليلة دي. كويس؟ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحملت، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا. يعني النبي كان من عادته لما يرجع السفر ليلا ما يدخلش بيته ليلا، لأنه ممكن تكون النساء بقالهم مدة أزواجهم بعيد عنهم، مش مهيئات إن هم يستقبلوا أزواجهم، أو يكون البيت مش نظيف، أو مش عاملة أكلة حلوة لزوجها، أو نايمة على هيئة إن زوجها مش موجود فلبس لبس مش مناسب، فعلشان النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما يفاجئهمش بهذه المفاجأة، فكان عادته إذا وصل ليلا يبيت على حدود المدينة حتى يشيع خبر مجيئه إلى النساء، فيقوم النساء بقى ونساء الصحابة اللي معاه يعدوا البيوت ويحموا العيال ويلبسوهم ويطبخوا طبخة حلوة ويعملوا حاجة بحيث أما يجي يدخلوا عليهم يلاقوا إيه، يروا منهم ما يحبوا أن يروا. كويس؟ ودي أدب نبوي جميل، إحنا الوقت مش محتاجينه قوي لأن أصبح الإنسان بيخبرهم بميعاد عودته عن طريق بقى إيه التليفونات وعن طريق البرقيات وعن طريق الوسائل الاتصال الحديثة النت وغيره، فما فيش مشكلة إن شاء الله تجيلهم قبل الفجر وتخبط، ما هم عارفين قبلها بيومين إنك جاي، فاهم؟ يعني الوقت ما تبقاش الحكاية، لكن أيام النبي ما كانش فيه وسائل الاتصال دي، فكانوا يفاجئهم، فالنبي ما كانش يحب الطروق ليلا، واخد بالك؟ فدنوا من المدينة فضربها المخاض. هي كانت حامل وجاية مع إيه، مع جوزها أبو طلحة، وكانت في سفر النبي، في الحمل اللي هو النبي بقى ايه دعالها فيه في الليله اللي. فقام ابو طلحه قاعد معاها، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على المدينه وقعد هو جنب امراته عشان ايه تولد. كويس؟ فضربها المخاض اللي هي ايه الام الوضع يعني، فاحتبس عليها ابو طلحه وانطلق. يبقى الرجل لابد ان يبقى بجوار زوجته حال وضعها، وده من الادب المطلوب، وحتى في اوروبا لاحظوا أن الزوج إذا كان بجوار زوجته حال وضعها يسهل الوضع، يعني لدرجة بقوا يدخلوا الزوج جمع الزوجة في حجرة الولادة، لأن وجدوا أن وجود الزوج بجوار زوجته حال الوضع هذا ييسر الوضع. حتى الأوروبيين لاحظوا هذا وكتبنا في كتب النساء والتوليد، وأن المرأة لما بتضع وزوجها مسافر بيبقى وضعها أصعب من وضعها وزوجها مقيم معها وحاضر حال وضعها. شفت؟ كل دي اداب، حتى الطب اثبت ذلك، فاهم؟ فالصحابه كان عندهم هذه الرحمه، مش هي بقى ايه مراته بتوضع يروح جايب لها الدكتور وينزل هو على نت كافيه يشرب قهوه او يقعد يلعب بالموبايل، لا لازم يكون مهتم بها، فهمت ازاي؟ دي كلها اداب، مش يبقى راجل كده بارد الطبع دمه تقيل، حاجه غريبه يعني، في رجاله كده، أو يبعت لها السواق يوديها المستشفى وهو مشغول عنده اجتماع، حركات ما تصحش، فهمت؟ كل دي حركات ما تصحش، لازم نتعلم من كل، على فكرة فقرة في الحديث فقه، من كل فقرة، مش تقعد تقرا الحديث كده رايق جرايد، لا ده كل فقرة فيها فقه وتجد فيها أدب، لأن إحنا أمة أدب، إحنا الفرق بيننا وبين سائر الأمة إننا عندنا آداب، إنما الباقي همج، لا عنده عورة ولا يعرف حرام من حلال ولا نجاسة من طهارة، إنما إحنا لا نعرف، فهمت إزاي؟ فرق بين أمة النبي وسائر الأمة. فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج وأدخل معه إذا دخل. بالرغم كده أن أبو طلحة قعد معاها متضرر، لانه بيقول يا رب انت عارف يا رب ان انا ما بحبش النبي يسافر سفر الا ابقى معاه، ويرجع من سفر الا وابقى معاه،
انا اضطريت اقعد معاها واخدمها. فهمت ازاي؟ يبقى معناه ان الانسان اذا وجد واجبا يخالف هواه عليه ان يقدم الواجب على هواه، مش يمشي على هواه. عارف ابو طلحه ده كان من اغنياء المدينه، عنده خدم كتير، كان ممكن يسيب مراته بتولد ويسيب حواليها 10 خدم يخدموه ويدخل هو مع النبي يوافق هوى طبعه لانه بيحب كده. لكن شفت بقى، اذا قابلك واجب يخالف هواك قدم الواجب على هواك. فهمت بقى ازاي؟ ده ادب تاني، ادب صوفي. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصح فانتهمي. مش تعبد ربك بهواك، العباده اللي هتروقك تقوم تعملها، والعباده التي لا تروقك ما تعملهاش، ما ينفعش كده. يبقى انت بتعبد نفسك مش ربك. فهمت بقى المساله؟ عشان كده تعرف ان الصحابه كانوا متصوفه بالايه؟ بالسجيه كده. كانوا يخالفوا انفسهم في طاعه مولاهم ولو كان ايه هذا الامر يعني لا يروق لهم. يعني هو عنده امرين طاعتين، طاعه انه يقعد جنب مراته وطاعه انه يدخل المدينه مع النبي. اظن بقى لو واحد فينا يرجح دخوله مع النبي، ده مع النبي يا عمي. مش كده برضه؟ مش مع يسري ولا خالد ولا عبد الله، ده مع النبي. فهمت ازاي؟ لو جاء واحد يسالني، لو جاء ابو طلحه يسالني ادخل مع المدينه مع النبي واترك مراتي معها من يخدمها وتضع، ولا اجلس مع زوجتي حتى تضع؟ هقول له ايه؟ مع النبي طبعا، ما احنا جهله. فهمت ازاي؟ هنقول له مع النبي طبعا يا عمي. فهمت؟ لكن هم علماء، يقدم الواجب على ايه؟ على الاقل وجوبا، ويقدم المستحب اكيد على المستحب مطلقا. فهمت؟ يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما اخر الله، فقه دقيق. فهمت بقى ازاي؟ لان ده على فكره مطلوب وده مطلوب، دخوله مع النبي مطلوب وجلوسه مع زوجته مطلوب، طب ايهما يقدم؟ عايزين بقى ايه؟ فقه الاولويات. يسموه ايه؟ فقه الاولويات. عشان كده قايلها لك سيدي البوصيري في البرده، يقول لك ايه؟ وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهمي. مش كده برضو؟ وراعيها وهي في الاعمال سائمه، يعني راعي نفسك وراقبها وهي في اعمال الطاعه، قاعده بتعمل في اعمال الطاعه. وان هي استحلت المرعى فلا تسمي، يعني لو استحلت طاعه واستصعب الطاعة فاعمل الطاعة الصعبة. شفت بيربوا الناس؟ عرفوا كده، عرفوا كده على فكرة من الصحابة. عنده طاعتين، طاعة يحبها نفسه وهي انه يدخل مع النبي، وطاعة تانية تكرهها نفسه وهو ان يخدم زوجته حال وضعه. فقدم التي خالف نفسه، ده كأنه كان قاري البرد. الله، ده ايه ده؟ كانوا بالسجية. عشان تعرف ان علماء التصوف دول ترجموا سلوك الصحابة في صورة سلوك. فهمت ازاي؟ فكانوا أهل السلوك هم الذين يأخذون الفقه بهذه الطريقة. فبيقول هنا، بيقول إيه؟ قال يقول أبو طلحة، ده بيفضفض مع ربه بقى، بيقول له يا رب أنا بحب الحكاية دي بس أنا مضطر أقعد بقى. فهمت؟ دي فضفضة مع الله بقى. قال يقول أبو طلحة: إنك لا تعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد انطلق. شفت بقى حلاوة أم سليم؟ بتشوف جوزها بيحب إيه، عارفة أن زوجها كان نفسه يدخل المدينة يرجع مع النبي. فأمر يقول: لا، ما عنديش وجع ولا حاجة يا أبو طلحة، أنا سليمة الحمد لله، زال ما بي من ألم، اذهب أنت أنا جاية وراك. شفت بقى جمال أم سليم؟ فهمت؟ وجمال حسن عشرتها. مش ايه تقول له: اوعى تسيبني، انت ما عندكش دم ولا ايه؟ ما تعملش كده. شفت الادب؟ فهمت؟ تقول ام سليم: يا ابا طلحه، ما اجد الذي كنت اجد، انطلق. فانطلقنا حتى قال وضربها المخاض حين قدم. راحوا ماشيين وهي فيها الام الولاده، وقاعده ماسكه نفسها ومش عايزه تتالم قدام جوزها، لحد سبحان الله وصلوا المدينه. من هنا نزل عبد الله، ولدت يعني ايه عبد الله اللي هو ابنها اللي سميته عبد الله بعد كده. فهمت؟ قال
تقول ام سليم، يبقى جمعت لزوجها مراده الاثنين، خدمتها ودخوله مع النبي. شفتوا بقى حسن ايه تبعولها لزوجتها، فهمت ازاي؟ قال تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجد، انطلق فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما، فقالت لي امي يا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت فقيهه فاهمه كل حاجه، يعني عارف ام انس دي لما جاء النبي دخل المدينه مهاجر، جابت ابنها انس عنده 10 سنين، قالت يا رسول الله ابني انس هذا تربيه ويخدمك. شفت بقى، شفت حسن التفكير، الام عايزه ابنها يطلع بقى حاجه كبيره، فودته للنبي قالت له ايه يخدمك، ومش عايزين اجر يا رسول الله، انت مقابل التربيه بس، انت هتربيه ويخدمك بدون اجر. فمكث مع النبي 10 سنين يخدمه سيدنا انس ابن مالك. يعني النبي عندما توفي كان انس ابن مالك عنده 20 سنه، وعاش انس ابن مالك حتى جاوز 100. كانت كل فتره تيجي تزور الرسول صلى الله عليه وسلم وتجيب ابنها انس وتقول له يا رسول الله ابني انس هذا ادعو له، يقعد النبي يدعي له يدعي له يدعي له. لما انس عاش في سعاده دعاء رسول الله له ببركه ايه؟ حكمه امه من صغره. فالمراه برضه لما يبقى عندها ابن وتعرف ناس صالحين تاخده للصالحين وتقول له ادعي له وتقول له رقيه وتقول له مثلا علمه حاجه وهكذا، كل الحاجات دي مهمه في حسن التربيه. فقالت لي امي يا انس لا يرضعه احد حتى تغدو به على رسول الله. هي ارادت ان اول حاجه تدخل من الدنيا ريق النبي. شفت برضه فقيها، زي ما اختها ام حرام فقيها لما النبي نام عندها ولقت عرق النبي ايه بيتجمع، ما قالتش ما جابتش فوطه بقى تمسح، فهمت؟ فقهاء ده جابت ازايز صغيره، العتيده الصغيره كده، الزجاجات اللي بيرع فيها ايه الطيب، وقعدت بقى تجمع عرق النبي كده تسلته ونقطه نقطه تدخله في الزجاجه وتحتفظ بيه. فالنبي استيقظ من حركتها، قال لها ماذا تصنعين؟ قالت ايه اريد بركته. ام سليم نفسها عملت نفس الحكايه مع عرق النبي لما نام عندها. يبقى دول فقهاء بقى، فقهاء فاهمين قدر النبي ومحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وعارفين التبرك باثار الصالحين امر مطلوب، واخد بالك؟ والنبي اجازهم على ذلك، يبقى لم يكونوا وهابيه، فهمت بقى؟ لان الوهابيه لا يجيز ذلك، عشان تعرف ان المذهب الوهابي غير مذهب السلف، هم يدعون انهم هم اهل السلف، هم ابعد الناس عن السلف، فهمت؟ فلما اصبح احتملته فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصادفته ومعه ميسا. دخل انس بقى ماسك ابن ايه اخوه الصغير لسه مولود على رسول الله بيجري، امه بعتاه عشان النبي ايه؟ عشان النبي يحنكه، فهمت؟ فدخل انس لقى النبي في ايده ميسم، الميسم ده اللي هي الاله اللي بيسخنوها علشان يعلموا بيها الابل ايه بالكي، عشان لما تيجي تتوه يعرف ان دي الابل بتاعته مش ابل فلان، فهمت ازاي؟ ما كانش عندهم اقلام زينا كده مثلا ولا حاجة أرقام مثلا يحطموها في الأذن، دلوقتي بقت تتعمل كده في المزارع، لكن أيام النبي ما كانش فيه هذه الحكاية. فكانوا يعمل إيه في الجمال؟ كان يجيب حديدة يسموها الميسم، يضعها في النار حتى تحمر، وبعدين إيه يضع كية في مكان معين في الجمل، عشان لو اختلط هذا الجمل مع جمال أخرى يشوف العلامة دي يعرف إن ده جمل، فهمت إزاي؟ فدخل سيدنا انس على رسول الله وهو شايل الطفل اخوه، لقى النبي في ايده الميسم بايه؟ بيعلم ابل الصدقه. شوف النبي بقى اللي عنده كام خادم والصحابه، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته لاموال المسلمين كمان رعايته بنفسه، كان ممكن ينوب غيره، فيدلك على ان الراعي الذي يرعى اموال المسلمين عليه ان يكون حفيظ عليم، فهمت ازاي؟ والا يربأ بنفسه عن رعايتها بنفسه حتى لا يطمع فيها طامع، لانك قد توكل غيرك فيطمع فيها، فعليك ان تكون رقيب، فهمت؟ كل دي يتعلم منها ايه حكام المسلمين، ويتعلم منها
سائر المسلمين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه على حفظ أموال الناس وأمواله صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع. ومعه ميسم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت. كانوا عن النبي عارف أنها كانت في ألم المخاض وهم مسافرين. أول ما دخل أنس وشايل الطفل قال له يا أمك ولدت، فهمت على طول كده بظواهر القرائن يعني. قلت نعم، فوضع الميسم قال وجئت به فوضعه في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي. في طرق تحنيك عدة طريق، انك انت يعني تمضغ العجوة او التمر حتى يذوب مع الريق، لان الصبي ما يعرفش يمضغ، وبعدين تحط فمك في فمه وتروح حاطط له ده. دي طريقة، بس الطريقة دي لا تروق للمصريين، لو عملت كده هيقول ايه ده هيعديه، ما يجراش. في طريقة تانية انك تغسل ايدك وتاخد من فمك وثم تحنك به حنك الصبي ثم يلك، فهمت ازاي؟ يبقى في طريقتان للتحنيك. فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، فجعل الصبي يتلمظها. الصبي بقى قاعد يحرك يعني بيبلعها، يعني يتلمظها يعني يحرك لسانه في انحاء فمه يبتلع ما فيه، اسمه يتلمظ. وهي بلغه المصريين كده برضه، الواد بيتلمض يقولوا كده لغه المصريين، فهمت؟ يعني بيبلع ما في فمه. فجعل الصبي يتلمضها، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار التمر. شوف لسه مولوده بيحب التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. يبقى يجوز التسمية بمجرد الولادة، لان قبل كده احنا قلنا يسمى يوم سابعه، يبقى يسمى يوم سابعه هذا على سبيل الاستحباب، ويجوز التسمية يوم الولادة مباشرة. خدت بالك؟ طب امتى بقى نسميه يوم سابع؟ لو في خلاف، الام عايزة تسميه عبد الله، والاب عايز يسميه عتريس، والجد عايزة تسميه حسن، وابوه عايز يسميه علي، وقاعدين مختلفين، فهمت ازاي؟ فيستنى 7 ايام بقى يقعدوا يتناقشوا لحد ما يختار له اسم حلو، يروح مسميه عتريس ابو علي ويدلعه يسميه حسن، وتمشي الامور ويرضي الجميع، فهمت بقى ازاي؟ وهكذا. يبقى التاخير ب7 ايام عشان في بعض الساعات احوال تجد ان الاسره مختلفه في التسميه، لسه ما قرروش اسم، ده كل واحد يقترح اسمه كله مصمم، فهمت ازاي؟ درجه انا اعرف واحد صديقي انجب ولد أم سماه أحمد، أمه تقول له تحرم عليا إلا يبقى اسمه إسماعيل. راح غير شهادة الميلاد بتاعته. أمه قالت له تحرم عليا، هتبقى مشكلة. مشكلة كبيرة. وجاي يسألني. يقول لي أنا نفسي أسمي طول عمري نفسي أبقى أبو أحمد، نفسي كده نفسي. وده أول ولد يجي له سميته أحمد، أمي تنكد عليا تقول لك أعمل إيه؟ وأنا سميته خلاص وشهادة الميلاد أهي. تقول يا ابني اسمع كلام أمك. سميه إسماعيل ودلعه أحمد. وخلصت. فهمت ازاي؟ وسماه اسماعيل، وبعدين ربنا انجب له بعد كده ولد ذكر سماه احمد. فهمت؟ فالحكايه بسيطه يعني. احيانا تحصل مشاكل، ففي الحالات الاشكاليات دي يبقى اخروا يوم سابع. فهمت ازاي؟ لكن لو ما فيش اشكاليات ومتفقين على الاسم ان شاء الله اول ما يتولد نسميه على طول، فهمت ازاي؟ فهنا برضو النبي سماه اول ما ولد. يبقى شوف الحديث ده في فقه قد ايه بقى؟ القصه دي ممكن تقعد تشرح الحديث ده في كراسه. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثني أنس بن مالك قال مات ابن لأبي طلحة، واقتص الحديث بمثل. عبد الله ده لما رب النبي بعد عليه أنجب 10 ذكور كلهم أهل علم حافظين القرآن ببركة النبي. شفت بقى؟ يبقى بركة النبي مستمرة في النسل، فهمت؟ النسل الشريف. والحمد لله احنا من نسل الصحابه، كلنا كل المسلمين من نسل الصحابه، لا يخلو مسلم الا هتجد ليه نسل لصحابي معين او نسل لرسول الله، والنبي دعا لامتي ولصحابتي، فاحنا عايشين في بركه النبي ودعوته، اعرف دي كويس. احنا ما زلنا احياء، عشان كده الامريكان واليهود واعداء الاسلام بيكيدوا لينا بقالهم اكثر من 1000 سنه، وامه النبي بتزداد، حاجه غريبه.
بتزداد بدعوة النبي، ببركة دعوة النبي، هو اللي حمينا دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم واستغفاره لنا. لكن احنا لا بناخد بأسباب ولا بنصنع سلاح ولا بنعمل حاجة، وهم قاعدين يصلحوا أسلحة طول النهار وقاعدين يقتلونا بيها، وقاعدين احنا نزداد. ايه ده؟ دي حاجة، ده هم هيتجننوا يكادوا يخبلوا. ايه الأمة اللي بتزداد دي ولا بيصنعوا سلاح ولا عندهم مصانع سلاح، واحنا عندنا كل مصانع سلاح، وقاعدين نقتل فيهم ونقلبهم في بعض ونفرقهم شيعا ونحزبهم احزابا ونعمل فيهم، وقاعدين يزدادوا. دي حاجه تجنن. الامريكان هيتجننوا يا جماعه، لانه ما يعرفوش اننا عايشين في بركه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى ازاي؟ فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الامه. ونقف على باب من فضائل بلال غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك.